بمناسبة موضوع الدفوع، احنا عندنا ثلاث انواع من الدفوع، دفع شكلي ودفع موضوعي ودفع بعدم الايه، بعدم القبول. الدفع بعدم القبول ده دفع يعني الناس بتصعبه شوية، يعني جه الفقه قال لك والله ده دفع شكلي ملوش علاقة بموضوع الدعوة. ناس تانية قال لك طب ما هو دفع موضوعي في بعض الأحيان. جه الرأي الراجح قال إيه؟ قال هو دفع بيوجه، يعني ممكن يبقى شكلي وممكن يبقى في بعض الأحيان القليلة دفع إيه؟ موضوعي. قال لك هو دفع بيوجه إلى الحق في رفع الدعوة. أنت خدت بالك؟ علشان لما جيت احطه تحت الدفع الشكلي ما قدرش يتوفر فيه كافه الصفات للدفوع الشكليه، ولما جيت احطه تحت الدفع الموضوعي لم يتوفر فيه كافه الصفات للدفع الايه؟ الموضوعي. فعملناه اسمه الدفع بعدم القبول، او ممكن نقول لفظ صحيح الدفوع بعدم الايه؟ بعدم القبول. الدفوع بعدم الايه؟ بعدم القبول. طب رفض الدعوه، رفض الدعوة يعني توفرت لك الصفة في رفعها، دي أول حاجة. يبقى رفع الدعوة، رفض الدعوة معناها إيه؟ معناها أن توفرت لك الصفة في إيه؟ في رفعها، وتقدمت بالطلبات والمحكمة إيه؟ ها؟ بحثت الإيه؟ بحثت الطلب. وليكن مثلا طالب من المحكمة طلبين، الطلب الأول بقيمة دين مقداره 1,000,000 جنيه، والطلب الثاني بقيمة الفوائد عن 1,000,000 جنيه. المحكمة في الطلب الأول حكمت، وفي الطلب الثاني ما حكمتش بعدم القبول، لأنك لك صفة إنك تطلب فوائد المبلغ. حكمت برفض الإيه؟ برفض الطلب، وليكن استنادا إلى العقد، إن العقد ما نصش على إن يكون فيه فوائد مثلا، والعقد شريعة المتعاقدين. يبقى إذا أنت لما رفعت وطلبت الطلب الثاني ده كان لك الحق وكان لك الإيه؟ الصفة. والمحكمة لما حكمت برفض الطلب حكمت في موضوع الايه؟ الطلب، فما ينفعش تروح ترفع بيه دعوة ايه؟ تانية، لان بقى عندك حكم هنا لو طعن عليه بيحوز للحجية وبينتهي الامر. لكن بعدم القبول لا، ما زلنا لسه في ايه؟ لسه في مسألة الصفة، ما دخلناش جوه، ما تكلمناش في الموضوع اصلا. يعني بالنسبة لشرط الصفة احنا ما تكلمناش في الايه؟ في الموضوع. احنا لسه بره كده بنتكلم، انت ليك انت بتكلمني باي حق؟ انت جاي تتخانق معايا ليه؟ هو انت ليك صفه ان انت تتخانق معايا؟ هي دي، هي دي المصلحه الشخصيه الايه؟ المباشره. طب هل اورد القانون استثناءات على شرط المصلحه الشخصيه المباشره او الصفه؟ اورد 3-4 استثناءات كده. الاستثناء الاول اللي هي الدعوه غير المباشره، عارفين الدعوه غير المباشره؟ اللي بتاخدها في القانون المدني، ان واحد مدين الف مدين لبه، احمد مدين لمين؟ لمحمد. الف المدين ده وبه الدائن، به مش عايز يطلب فلوسه من مين؟ من الف. فبه نفسه اساسا في نفس الوقت مدين لمين؟ لجيم. فيجي جيم يعمل ايه بقى؟ يقول لك طب انت مش عايز تاخد فلوسك من الف، انا هاخد الايه؟ هاخد الفلوس. دي اسمها دعوه غير ايه؟ مباشره، اللي هو دائن الدائن. يعني انا دائن لمحمد ومحمد دائن لبه، محمد مش عايز يطلب من به الفلوس، بطلبها انا نيابه ايه؟ نيابه عنه. دي اسمها دعوه غير ايه؟ مباشره، وبيستخدم نفس الدفوع. الاستثناء الثاني النيابه العامه، دعوى النيابه العامه الدعوى المتعلقه بالنظام العام زي الدفاع عن المفقودين والقُصر، دعاوى الحزبة، الكلام ده كله. الحاجة الثالثة بقى اللي هي مهمة، دعاوى النقابات والجمعيات. يعني إيه دعاوى النقابات والجمعيات؟ كان في إيطاليا كانت واقعة غريبة كده، لمحامي حب يعمل دعاية لنفسه، راح عمل إيه؟ طبعًا الكلام ده مش موجود في مصر يعني، ولكن برضو من الواجب إن إحنا نقول لكم المثال ده. حب يعمل دعاية لنفسه فعمل ايه؟ عمل كروت كده لاصقة بقى يلزقها على الاتوبيسات، اتوبيسات النقل العام. نقابة المحامين شافت الموضوع ده فقالت لا، ده مهين للمحامي. يعني ايه محامي يعمل يعني انت مش تلزق كده الاستيكر بتاعك انا المحامي الفلاني الفلاني؟ فهنا لما نقول دعوة غير مباشرة يعني ايه؟ لما نقول استثناء على الصفة يعني ايه؟ قال لك ان نقابه المحامين، النقابات والجمعيات
النقابات والايه والجمعيات. احنا بندي مثال بنقابه المحامين باعتبار ان احنا في ضيافتها. قال لك ان النقابه لها الحق في الدفاع عن المهنه، عن الايه، عن المهنه نفسها. يعني ايه؟ وهي النقابه صاحبه الحق. صاحبه الحق. طب النقابه صاحبه الصفه؟ لا، مش صاحبة الايه؟ الصفة. فجاء المشرع حط الاستثناء ده وقال لك لا، النقابات والجمعيات من حقها انها تدافع عن المهنة في مجملها. عن الايه؟ عن المهنة في مجملها. فالشخص ده المحامي ده اللي كان بواخد الاستيكرات وبيلزقها، هو بيهين او بيسيء، بلاش بيهين، بيسيء الى مهنة الايه؟ المحاماة. فبالتالي تحركت السلطة المختصة ورفعت عليه دعوة دفاعا عن المهنة، دفاعا عن شكل المهنه، دفاعا عن كيان المهنه، ان المهنه ما ينفعش انها تمتهن بهذه الايه، بهذه الطريقه. فبالتالي لو طبقنا الموضوع ده على كافه الامثله المطابقه ليها، ان نقابه المحامين لو طلع مثلا على سبيل المثال واحد مذيع في التلفزيون عامل لقاء مع حد وطلع يشتم في المحامين، هو شتم محامي بشخصه؟ شتم محامي بعينه؟ خلي بالك، لا، ولكن هو بيتكلم على مهنه الايه. لا، اقول لك مثلا ده المحامين حراميه، ده بيعمله، ده هو ما خص الشخص. طب مين اللي هيرفع الدعوه دي؟ انا عايز اقاضيه دلوقتي. حدش يقول كده ابدا. انا عايز اقاضيه. مين اللي هيرفع الدعوه؟ ها، نقابه مين؟ نقابه المحاميه. دي بنسميها بقى، طب انت ليك صفه؟ ليك صفه باستثناء في قانون المرافعات اللي بيقول لك من شرط الصفه دعاوى النقابات والايه والجمعيات، ومن حق الجمعيه انها تدافع عن اعضائها. طب الموضوع ده بنلاقيه بكثره في نقابات العمال، في نقابات الايه العمال، ان نقابه العمال من حقها انها تحافظ على حقوق الايه العمال. طب هل ده، طب لو تم الاعتداء لفظيا مثلا على محامي بشخص، بايه؟ بشخص. المحامي ممكن يروح يرفع ايه؟ دعوه، وممكن يخلي النقابه ترفع ايه، وممكن النقابه من نفسها تتضامن مع مين؟ مع المحامي، وتبقى طرف، وتبقى ايه؟ طرف. يعني مش معنى ان انت ممكن ترفع دعوه ان النقابه ممكن تسحب ايه، تسحب ايديها. لا، طالما ان فيها دفاعا عن كيان الايه، كيان المهنة. المصلحه اخر وصف فيها، وهي المصلحه القائمه. المصلحه الايه؟ القائمه. ايه هي المصلحه القائمه؟ يعني النهارده مثلا على سبيل المثال رحت رفعت دعوه قدام المحكمه بتطالب بدين مقداره 1,000,000 جنيه في ذمه الطرف الاخر، واثناء تداول الدعوه خدنا شهر واثنين وثلاثه وسنه، ولسه ما اتحكمش ايه؟ ما اتحكمش فيها. لسه ما اتحكمش في مين؟ في الدعوه. جه الراجل كده من نفسه وقال لك والله انت لك عندي كام؟ ليه عندك 1,000,000 جنيه؟ اتفضل ادى 1,000,000 جنيه ايه بتاعك. انت لما رفعت الدعوه القضائيه للمطالبه بالدين كان لك حق ولا لا؟ وقع عليه اعتداء ولا لا؟ بعدم السداد. الاعتداء هنا عدم سداد الايه؟ المبلغ. طيب لما تسدد المبلغ قبل صدور الحكم، هل اصبح هناك وجه للاستمرار في الدعوه؟ خلاص. يبقى احنا بنقول مصلحه قائمه. يعني ايه؟ يعني وقوع الضرر المبرر لرفع الدعوة يظل مستمر حتى الحكم ايه فيها. لو انتفى السبب ده بيصبح لا وجه لايه؟ لوجود الايه؟ لوجود الدعوة. فالمشرع المصري اختصر كافة الدعاوى، كاف اي دعوة في اي قانون، سواء كان قانون رفعات، القانون الاداري، ايا كان، لابد ان تتوافر فكره الايه؟ المصلحه، او شرط الايه؟ المصلحه باوصافها. شرط المصلحه باوصافها. طيب هل انا ممكن اروح ارفع دعوه قدام المحكمه علشان مصلحه محتمله؟ يعني ايه مصلحه محتمله؟ انت عمال تقول لي وقوع الضرر، لابد ان يكون هناك ضرر يبرر رفع الدعوه. طب انا ممكن، انا لم يقع علي ضرر، هل ممكن ارفع دعوه، ارفع دعوه لاحتمال وقوع الضرر؟ طب نحطه تحت خطين كده ونقول ايه؟ ونقول المصلحه المحتمله. المصلحه الايه؟ المحتمله. المشرع قال لك بيبقى في ايه؟ في دعاوى
عشان المصلحه الايه المحتمله واقسمها. يعني قسمها، يعني قال لك مثلا على سبيل المثال انت كتبت عقد ما بينك وما بين طرف اخر وجبت 3 شهود، 3 شهود في الدعوه. انت رفعت دعوه ولا لسه ما رفعتش؟ احنا كتبنا العقد وكتبنا كل حاجه والدنيا تمام، بس ممكن اختلف مع الطرف الثاني ولا مش ممكن اختلف معاه؟ ممكن اختلف معاه. طب لما هختلف معاه هيحصل ايه؟ هرفع عليه دعوه. طب لما ارفع عليه دعوه هحتاج الشهود اللي كانوا على العقد. احد الشهود عزم الى الهجره خارج البلاد وقال لك انا مش راجع البلد دي تاني. طب انا لو جيت بعد كده رفعت دعوه وانا عايز شهادته هجيبه ازاي؟ يبقى انا هنا بفقد دليل من الايه؟ من الادله، بفقد دليل اثبات من الادله بتاعتي. فالمحكمه فالقانون معلش فالقانون قال لك ايه؟ انا هسمح لك ان انت تيجي تعمل دعوه سماع ايه؟ سماع شاهد، وهنعمل الشهاده بتاعته في محضر رسمي وهتبقى موجوده في الموضوع ده عشان لو احتجت الشهاده بعد كده ايه؟ وكذلك مثلا لو شخص مثلا مجند في الجيش بس في فترات الحرب ما هو ممكن يروح وما يرجعش، فباخد الشهاده بتاعته واعملها. الدعاوى التقريريه، الدعاوى الاستفهاميه، دعاوى اثبات الحاله، انت بتجيب حد عشان يثبت حاله، دي كلها فيها مصالح ايه؟ مصالح محتمله، فالمشرع اجازها مفيش اي مشكله خالص. دي مساله الدعوه. يعني باختصار الدعوه فيها تفريعات كتير، فيها تطبيقات كتير، ولكن كل اللي عايزك تعرفه حاليا ان الدعوه ليها شرط اسمه شرط المصلحه. المصلحه دي ليها اوصاف، مصلحه قانونيه يقرها القانون، مصلحه شخصيه ومباشره اي بما يعادل شرط الصفه في القانون القديم، مصلحه قائمه.